معبر رفح مازال مفتوح، روحوا هناك، روحوا على مصر، اطلعوا على مصر. خد بالك التصريح ده، التصريح ده من المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، قال لهم اطلعوا على مصر. امشي مع التصريح ده مع تصريح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني اللي قال لسكان قطاع غزة اهربوا، اطلعوا بره القطاع. هيطلعوا على فين؟ مفيش حدود غير الحدود المصرية. فده دلوقتي عندك تصريح رسمي من المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي ورئيس وزرائه بيأمن على التصريح. طيب طلع مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي يحاول ينفي التصريحات دي، يقول يا جماعة ما كانش القصد ان سكان غزة يطلعوا على مصر، ما لناش غرض ان احنا نرحل سكان غزة او سكان قطاع غزة لمصر. كان ده اي كلام؟ في مثل يقول لك ايه، ما تضربنيش في شارع وتصالحني في حارة، صح؟ فما ينفعش المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين للذهاب لسيناء وللذهاب لمعبر رفح خلاص ويرجع يقول لك مش قصدي، ويطلع بيان يقول لك مش قصدي. لا هنهرج، ده راجل متحدث، يعني الراجل ده حاسب كل كلمه بتطلع منه، ده الراجل ده هو لسان الجيش الصهيوني. فالموضوع ده خطير جدا. سؤال وبعض المعطيات كده، النهارده ثلاث صحف كتبوا على موضوع تهجير الفلسطينيين لغزه. ليه ثلاث صحف كتبوا عن الموضوع؟